تابعين لفقرة صوتي مع دكتور باسم هابر، أخصائي أمراض الصدرية وإنعاش طبي. أهلا وسهلا فيك. بونجور، ميرسي. دكتور باسم، يعني اليوم هلا الفترة اللي عم نقطع فيها هي معودين نحن نقول موسم جريب. صح صح. وبتصور يعني مع غيار الطقس هيدا الشيء يمكن بيسبب بهذا، أنت رح تقلنا أكيد. نحن بداية يعني بس هيك بدنا نبلش فقرتنا اليوم، رح يكون التركيز على الالتهاب الرئوي، ولكن نحن أكثر هيك تو تيرمز بنستعملهم هن جريب وبنومونيا وقت العالم تسخن بهالفترة. فينا بداية نبلش نعرف الفرق بين الجريب والبنومونيا؟ هلا نحن بنعرف إنه الجريب هيدا التهاب جاي من فيروس، وعادة بيكون فيروس الإنفلونزا، وهيدا عادة له لقاح أكيد، بس إنه عادة بيقطع يومين ثلاثة جمعة وبيصح لحاله بدون ولا أي علاج. بياخذوا أدوية للحرارة، بياخذوا أدوية للوجع، بس مش أكثر من هيك. وقت نقول بنمونيا يعني سقط، هل هو الفيروس أو بكتيريا فاتت على الرية وعملت التهاب بالرية، وهيدي مشكلتها أكبر شوي، بدها علاج متطور أكثر وما أخصائي أكثر. يعني نحن اليوم كبيشنتس إذا بدنا نفرق بين الجريب والبنمونيا من ناحية الأعراض، الاختلاف بين أعراض الجريب والبنمونيا هي يعني بس السعالة وقتها بتصير قوية؟ نايداتهم بيعملوا سعالة. الجريب لأنه فيروس بيضرب كذا شغلة من الجسم مع بعضهم، يعني بنشوف أوقات العيون ببلشوا يدمعوا، بيسكروا المناخير، بيشروا المناخير، بيصير في سعالة عادة بتكون ناشفة، أوقات فيها تزيد، بس عادة بتكون ناشفة، وجع بالجسم، تعب، عادة هي بتكون جريب. البنمونيا وقت تكون اقوى شوي، العوارض بتكون اقوى، عاده ما بيكون فيه العوارض العليا يعني المناخير والعيون، بتكون اكثر مخصصه على الصدر، مع الافرازات بتكون عم بتزيد، الحراره بتكون اطول، والعوارض العامه فيها تكون اقوى. Alright. اليوم بنسمع كثير من الاشخاص بيقولوا لك ماشي الحال، ما بدي اتعالج، هيدا كله جريب وبيقطع. لما بنكون نحن عاملين بنمونيا وما بنتعالج، هيدا الشيء معقول يسبب لنا مرض كرونيك او يصير شيء مزمن عنا اياه؟ اكيد البنمونيا، النمونيا بحد ذاتها فيها تاذي منطق نسيج معين من الريه، من هيك اكيد بدها العلاج سريع. اذا في بكتيريا بدها انتيبيوتيك ونبلشوا بكير، لانه فيها تتطور تدمر لنا شقفه من الريه ببعض الحالات، وحتى فيها تكون خطره تفوت على مستشفى او تتطور تتازم الامور. من هيك بدها كل شيء بده دواء بالوقت المناسب. ومن هون أهمية أنه نستشير الطبيب الأخصائي. ذكرت حضرتك أنه البنمونيا منروح على الأنتيبيوتكس، وهون بدي أسألك لأنه هذا الموضوع فيه عليه جدل، هل كل ما جربنا لازم ناخد أنتيبيوتيك، أو يمكن جربنا وتطور هذا الشيء لبنمونيا أوتوماتيكلي نحن بلبنان منروح على الفارماسي منجيب أنتيبيوتيك ومنبلش هون؟ هل هالبراكتس مزبوط ولازم نتبعه؟ الانتيبيوتيك له محل اكيد ببعض الحالات، بس ما لازم نتخطى هالحالات لانه خطوره هذا الموضوع بتصير اكبر. يعني بعدين فينا نصير نعمل التهابات وهذا الانتيبيوتيك اللي متداول بالفارماسي بطل ينفعنا، بصير بدنا نروح على الاشياء بالمصل. دونك اكيد ما لازم نروح ناخذ انتيبيوتيك، خاصه اذا عم نحكي جريب، هذا فيروس ديجا ما بيشتغل عليه الانتيبيوتيك، دونك عم ناخذ دواء، عم ندفع حق دواء، عم ناخذ عوارض جانبيه بدون عازه. أوقات منسمع أنه إذا الواحد عامل جريب وما عامل حرارة ما في لزوم للأنتيبيوتيك، هل عن جد في صلة وصل بين الحرارة وأنه الإنسان يمكن بطل بجريب انتقل لبنمونيا، ولا هيدي هيك خبرية؟ هلأ الجريب بيعمل، الجريب يعني هو فيروس بيعمل حرارة، البنمونيا فيها تعمل حرارة. عند بعض العالم بفئات عمرية معينة ما بيعملوا كتير حرارة لأنه بيكون مناعتهم منا كتير قوية، يعني إذا كتير صغار أو الكبار بالعمر أو عندهم أمراض مناعية، يعني ما عندهم مناعة قوية، فيهم ما يعملوا حرارة، دونك الحرارة منا هي الشيء الرئيسي، هن كل العوارض مع بعضها هي اللي بتوجهنا. سو هون يعني نحن ما لازم نعتبر إنه هي الحرارة إنديكيشن معينة إنه في شيء خطر، أوقات فينا نكون بحالة خطرة ولكن من دون ما نفرجي عارض الحرارة بهذا الموضوع. الحرارة بتقلنا في التهاب، أكثر من هيك ما بتقلنا. إذا بدنا ننتقل شوي على الأشخاص اللي أكثر عرضة للجريب او للبنمونيا، يعني اليوم هل في عالم معرض لهالشيء اكثر من ثانيين ولا كلنا مثل بعضنا؟ 100% كلنا معرضين نلقط الجريب او نعمل بنمونيا، بس في ناس معرضه تعمل مشاكل من وراء اكبر. هل هن الاثنين اكستريم من الفئات العمريه، يعني الكثير صغار والكبار اللي يعني عم نحكي فوق ال 65 او فوق ال 70 سنه، والعالم اللي عندهم مشاكل صحيه، مرض القلب، مرض الرواية، اللي عنده انسداد رئوي مزمن، معرضين يعملوا التهابات اكثر،
والناس اللي بتاخد أدوية بتخفف المناعة مثل اللي مثلا عاملين زرع بالكلى أو عندهم مشاكل كلى حتى بيكونوا معرضين يعملوا التهابات أقوى. يعني اليوم دكتور إذا بدنا نحكي عن الأشخاص اللي عملوا كورونا وهالأشخاص اللي صار عندهم دامجز برواياهم، هلا فينا نقول نحن هول هن كمان رح يكونوا معرضين اكثر لانهم يلقطوا هيك نوع من الالتهاب بهيك فترات؟ هلا ما فينا نكون كثير سيستماتيك ونقول كل اللي عملوا كورونا، لانه الاغلبيه الساحقه من العالم اللي عملت كورونا عم بتصح وما عم تترك اثر برويه، اوقات بيكون في شيء ترانزيتوار ابو جمعتين شهر شهرين بعدين بيرجع بيتحسنوا، في قسم بيضل بيترك اثر بالرويه، هاو يمكن عندهم شويه ريسك اكبر من غيرهم بس مش اكثر من هيك. يعني ما لازم العالم تخاف لانه عم نشوف كثير عالم عملت كورونا وتضايقت بفتره الكورونا هلا مسرسبين من فتره الجريب ومش عارفين كيف بدهم يتعاملوا مع هذا الوضع. سو نحن بالمبدا اذا ما عندنا دامج صار مزمن عنا ما لازم يكون في مشكله، بنكون مثلنا مثل غيرنا بس بتضل هلا السرسبه ما بتسوى، بس بنفس الوقت ما نكون عم نضلنا منتبهين لانه بالنهايه مثل ما لقطنا كورونا فينا نلقط H1N1 فينا نلقط غريب فينا نلقط شيء ثاني، دونك بدنا نكون منتبهين. بما انه عم نحكي عن الانتباه، هل ممكن نحن نتفادى انه بفتره انتقال يعني بننقل من تأس لتأس وتغير التأس انه نتفادى نلقط هيك نوع من الفيروس؟ هلا ما فينا نتفادى 100%، في طرق وقايه وفي طرق اللي هي عامه اللي هي مثل كل التهاب بالنفس، تغسيل الايدين، التسليم، الماسك ببعض وقت نكون العالم اقرب من بعضها، هدول اهم شيء بخففوا كل التهابات الرئه. من مطرح ثاني بيضل في الفاكسينات المخصصه للرئه، للبنمونيا، للجريب، للكورونا، كل وحده لها الفاكسين تبعها بخففوا الريسك. يعني نحن اليوم قصه كمان الفاكسين للجريب في عندك اراء عند العالم مختلفه، عالم بتقول لك انا بدي اعمل فاكسين جريب وعالم بتقول لك انه لشو بدي فوت الفيروس على جسمي باول الموسم وما اصلا ما بيفيدني. قديش اليوم الدراسات فرجت انه فاكسين الجريب مفيد؟ فاكسين الانفلونزا اكيد مفيد، وبالريكومنديشنز العالميه والامريكانيه بيقولوا لازم يتاخذ الفاكسين الجريد في فئات عمريه معينه، دونك عندهم ريسك اكبر، دونك بنشجعهم اكثر ياخذوا الفاكسين، باقيين اكيد بفيدهم. افاده الفاكسين الجريد مش حنقول انه ما حيعمل جريب، بنكون عم نضحك على حالنا، لا فيه يعمل جريب، عاده بخفف الجريب القاسي، لانه في ناس بنشوفهم بفوتوا على المستشفى من وراء جريب قوي، من وراء فيروس قوي في يضرب الرواية في يعمل مشاكل، دونك أكيد بخفف وبيحمي. دونك نحن يعني لازم إذا وخاصة إذا نحن أشخاص منتضايق بفترة الجريب أو بفترة مثل أيام هالسنة، عبالي شوي يعني بعرف التركيز اليوم على التهاب الرواية، بس أوقات منكون عاملين جريب وبنسمع إنه مثلاً فيه يسقط على الدينة، فيه مش بس يسقط على الرواية وهيك، اليوم على أي أساس هل بيكون هيدا نقطة الضعف تبعنا وبالتالي من هيك في عالم كل ما بيجربوا بتوجعهم دينتهم أو كل ما بيجربوا بيصير عندهم بنمونيا؟ هي بترجع لهالشخص، كل إنسان فريد من نوعه، كل واحد عنده نقطة ضعف وعنده، يعني في ناس تعمل التهابات سينوس أكثر جيوب أنفية، الناس اللي بتعمل التهابات جيوب أنفية بس تعمل جريب معرضة أكثر من غيرها يجمعوا ويحقنوا الجيوب الأنفية، ونفس التراجي هو على الدينة، يعني مثل ما بيجمع بالجيوب الأنفية بيجمع بسكر المجرى الديني ويعمل التهاب الديني، دونك أكيد الجريب حيضل يعافلنا مناعتنا بشكل مرحلي، دونك فيها نعمل الفيروس فيها نيجي البكتيريا فوقه تجي وكمان تعملنا تزيد الالتهاب على الجيوب الأنفية على الرئة على غيرها على أعضاء بجسمنا. بعيدا عن انه ضروري نروح عند الحكيم واكيد ناخذ راي اخصائي وناخذ الدواء، هل في قصص فينا نعملها بالبيت تفيدنا خلال فتره مرض الجريب؟ يعني هل السوائل ممكن تكون هيدا الشيء الجسم بيساعده ليتخطى مرحله؟ في شيء نصائح ممكن تعطيها للمشاهدين؟ اكيد السوائل شيء ضروري بالنهايه من حي الالتهاب، خاصه اذا في حراره حيخسر جسمنا مي، دونك السوائل شيء كثير ضروري ولازم ناكل لانه بالنهايه بدنا غذاء كرمال كمان نقدر جسمنا يقاوم، بدنا نجرب نعيش البلوس نورمال بوسيبل اكثر طريقه طبيعيه ممكنه كرمال نقدر نتخطى هالمرحله، بدنا ناكل منيح، بدنا نشرب، بدنا نتحرك، اكيد مش حنروح نعمل سبور اذا محرورين، بس ما لازم نقعد بالتخت كمان كل النهار، وناخذ الاشياء البازيك ادويه حراره، ادويه وجع اللي عندنا اياهم كلنا ببيوتنا،
اكيد مش ضروري نروح عند الحكيم اذا كلنا عطسنا ونزلوا من خيرنا. يعني اليوم عم نشوف يعني قبل ما يخلص وقتنا دكتور عم نشوف عدد كبير من الناس عم بفوتوا على المستشفيات وتحديدا كمان الاطفال من وراء فيروس او من وراء الجريب الانفلونزا او قصص ثانيه. يعني اي متى لازم اليوم الاهل يعتلوا هم هالقد؟ يعني بتروح على حيلا اليوم امرجنسي بتلاقي اولاد وكل ما الولد عم بيروح على المدرسه عم بيرجع جايب معه فيروسات وساخن. شو صاير عنا تحديدا هلا؟ هلا طبيعي، اول شيء قعدنا فتره ما في كثير مدارس، دونك الكونتاكت مع الاولاد بين بعضهم خف شوي، وطبيعي بالجاردوري، طبيعي بالمدارس الاقرب الاولاد اقرب من بعضهم عم بيعملوا مناعتهم حيلقطوا من بعضهم، وخاصه هلا في موسم فيروسات، نحن شفنا بالجامعه ليست الفيروسات هلا المتداوله هالفتره، في كثير انواع فيروسات بتضرب المناخير تضرب الروية موجودة، هل هو الانفلونزا هل هو البارا انفلونزا وغيره، وكلهم عند الأولاد لأنه عم بيعملوا مناعة هلأ فيها تكون شوي أقسى عليهم، فمن هيك هلأ هذا الموسم يعني. وبالتالي يعني نحن لانه كمان في عالم يا اما عم بتفكر انه هيدا كوفيد يا اما عالم عم تاخذ الموضوع بطريقه هيك شوي استنشائية وعم بيودي لانه الاولاد يصيروا مزبوط. عم بيروحوا على المستشفى. مزبوط، الكوفيد منه المرض الوحيد، الفيروس الوحيد، في كتير فيروسات تانية كلها بدنا نعالجها، كلها فيها تزيد وفيها تكون في منها بتكون بايخة، مثل ما الكوفيد في يكون عند عالم بيقطع بشكل كتير بايخ، بقية الفيروسات كمان هيك، وكمان فيها تتطور، دوك كل حالة بحالتها، أهم شيء مراقبة هالمريض، هل هو هالولد أو هالكبير، نشوف عوارضه، خاصة الأولاد عم بياكلوا، عم بيتحركوا، عم بيلعبوا، وقت يكون كل هدول طبيعي، دوك الريسك يكون شيء جراف بيكون أقل. بس وقتا نقعد ما بناكل ونشرب دوك منبلش نفكر بالمضاعفات الثانيه، دوك اكيد منروح عند الاورجانس او منروح عند الحكيم. دكتور باسم هابر اخصائي امراض صدريه وانعاش طبي، شكرا كثير لك وللنصائح اللي اعطيتنا اياها اليوم. ميرسي لك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا وقفه سريعه ومتابعين.